ناقوس خطر يدق مدينة بيت لحم والتي وقعت ضحية لفيروس كورونا والذي نتج عنه إصابة العديد من المواطنين في مدينة بيت لحم. في هذه الأثناء نتواجد على المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم من أجل رصد آخر التطورات في المدينة. إصابات في أحد الفنادق الخميس الماضي. إصابة في مدينة طول كرم و25 إصابة في مدينة بيت لحم توزعت على 3 أماكن للحجر الصحي المجهز من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى 58 مصابا في دولة الاحتلال، علما أن الوزارة قامت ضمن خطتها بتجهيز أماكن الحجر الصحي في كافة محافظات الضفة الغربية. تسعى دول العالم بتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ بالانتشار، وذلك عبر تشديد الإجراءات الوقائية في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز 4000. لفضائية الحقيقة الدولية نور الدين بنات، فلسطين المحتلة.